فيش أدنى شك إنه مجتمع اليوم مهم جدا، لأنه اللي بصير لأهلنا في النقب بشكل عام ولمجتمعنا بشكل خاص هي مش قضاء وقدر، بالعكس هي خط الدرج عند هاي المؤسسة اللي عمليا هدف واحد وحيد إنه هن يهدوا ويهددوا وجودنا على أرضنا. فإحنا مسكنا من أرض راهب راح يكون أنتم بتهدوا إحنا بدنا نعمل، أنتم بتقلعوا إحنا راح نزرع، وأهلنا في النقب هن اللي حافظوا على الخط الوطني، هن اللي حافظوا على أرضهم على قوميتهم على هويتهم، وإن شاء الله مع بعض نطلع رسالة واضحة وصريحة للمؤسسة إنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين ولا يمكن تقطعنا.